الفكرة اللي جاتني أنايا هو أنه ذات يوم كنت كنتصفح مواقع التواصل الاجتماعي ولقيت واحد الفيديو كيتكلم بلغة الإشارة، فأثرني انتباه ديالي ماذا يقول هذاك السيد ذاك، فلقيت الحوار ديالو أو الميساج ديالو اللي بغى يوصل هو أنه كيستدعي الصم اللي بحاله، طبعا الحل لغة الإشارة، وهذيك لغة الإشارة مفهومة تقول بأنه واش ممكن تلتحقوا بنا في أرض المعركة وتقوموا بالحرب معنا بالمعركة معنا، وغادي تستافدوا مثلا بواحد القدر ديال المال، وإلا جاب الله وتوفيتي كنتي شهيد غتمشي للجنة. داعش هادو دواعش هذا واحد الصم معاهم مجندين داخل. فأثرني انتباه ذاك الفيديو ودارت واحد الفكرة في راسي أنني نراسل وزارة الأوقاف وهي الوزارة الوصية على القطاع الديني بطبيعة الحال في المغرب، فكنت راسلت أنا السيد وزير الأوقاف السيد أحمد توفيق وحطيت الرسالة ديالو في الديوان ديالو، وخذيت واحد رسالة أخرى لأنه حطيت ذاك الرسالة عن الكاتبة ديالو، وكنت تكلمت مع السيد رئيس الحكومة آنذاك عبد الإله بن كيران باش يتكلم معاه في مجلس حكومي، وفعلا تكلم معاه في مجلس حكومي اللي كانت ينعقد كل خميس إلى يومنا هذا، وقال له وراه أستاذك التالي بغى يتكلم معك حول موضوعي، بغى واحد 10 ديال الدقائق منك إلا كنت ممكن تعطيها له. فأنا كنت قلت للسيد رئيس الحكومة آنذاك، قلت له أنا عندي واحد الفكرة على أساس أنه الوزارة الوصية على القطاع دير واحد البرامج دينية توعوية القناة السادسة ديال محمد السادس نصره الله، ديرها باش هذوك الأشخاص اللي موجودين في المغرب نحاولوا أننا مثلا نوعيوهم، نحاولوا نحاربوا التطرف، لأنه احنا كيجيونا دابا دي فيديوهات من أشخاص من دول الخليج كينشروا الدعوة ولكن تيعطيو فتاوى غير الفتاوى ديالنا حنايا، لان حنا نتبعوا مذهبا مالكيا وهم يتبعوا مذاهب اخرى مع احترامي لكل المذاهب، انما المذهب ديالنا مذهب يعني تيحث على الوسطيه على التسامح على بزاف ديال الاشياء، فحنا بغينا نحاربوا ذاك التطرف بطريقه غير مباشره ولكن تكون عبر الوزارة الوصية على القطاع، عبر برامج دينية اللي غتحث على ذاك التسامح، اللي غتحث على الوسطية، اللي غتحث على بزاف ديال الأشياء والقيم الدينية اللي في الدين الإسلامي السمح. فأنا هذا هو الغرض من الغيرة ديال على الوطن، من الحب ديالي للوطن ديالي، بغيت نقوم بهذا الواجب، وكاينين الأشخاص ما شاء الله مترجمين اللي ممكن يقوموا بهذا الدور هذا. حتى انا ما كنتش انا كاين الناس اخرين، ولكن احنا بغينا نخدموا بلادنا. السيد وزير الاوقاف ما استجبش للنداء ديالنا، مع العلم اننا حنا اعطيناه من اعلى السلطه هو رئيس الحكومه باش يتكلم معاه في مجلس حكومي ويهضر معاه في هذا الموضوع هذا. فلحد الان شوفي دابا شحال تقريبا ديال السنوات مرت من اللي كان ترأس بن كيران سيد رئيس الحكومة إلى يومنا هذا ولم يستجب إلى هذا النداء. قبل ما ندخل هذه المسألة، أنا كنشتغل دابا في القناة الأولى في الغزة المغربية، وكنا كنت أنا كنديرو أنا والأستاذ أو الدكتور الدكتور العبادي الله يذكره بخير، كنا كنديرو تفسير ديال القرآن الكريم 60 حزب، فهو كان سبقني بواحد السنه تقريبا، ولكن ملي كانوا عيطوا لي مصلحه الانتاج على اساس اننا ندخلوا لغه الاشاره في القران الكريم، فاحنا كنا قمنا بهذا الواجب ديال سنه ونصف، يعني 20 حلقه في الشهر كل يوم من يوم الاثنين الى يوم الجمعه، 5 الحلقات في الاسبوع ديال سنه ونصف. ومن بعد تحذف هذاك البرنامج، لماذا؟ لا نعلم لماذا السبب. وكنا كنبغيو اننا مثلا يوم الجمعه او خطبه الجمعه تكون بلغه الاشاره مادام انه كاين تلفازات جميع المساجد، فالاصم كيصلي كيقوم بالواجب ديالو كيكون في الصف الاولى، ولكن مع الاسف لا يفهموا ماذا يقول الخطيب، لا يفقهوا شيئا. فلو كان ان مثلا
لغة الإشارة داخل المساجد في يوم الجمعة فقط، بعد على الأقل على خطبة الجمعة غادي نحاولوا أننا نحاربوا بزاف ديال الأشياء في المجتمع ديالنا، منها التطرف هذا اللي كنعيشوا.